الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألكة تطوى على نفثات كلها ضرموا، يا ابن الأولى يا ابن الأولى يقعدون الموت، إن نهضت بهم لدى الروع في وجه الضبى الهمم. الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرق مادها السأم. لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسل فوقها سيل الدم العرم. أعيذ سيفك أن تصدى حديدته، ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم. قد آن أن يمطر الدنيا وساكنها دما أغار عليه النقع مرتكم. وإن أعجب شيء أن أبثك هاك أن قلبك خال وهو محتدم. ها هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيام الحرم، يملأن سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من أعوالها صمم. حنيت وبين يديها فتية شربت من نحرها، نصب عيني الشبل خذم. والسدين على الغبرة تنظرهم،
حر القلوب على ورد الردز دحموا ولا غضاضة يوم الطفين قتلوا صبرا بهيجا لم تثبت لهم قدموا فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلق يد ماتت بها منهم الأسياف للهمم عسلا طب شهر عاشور وبين بالسمه لا يا مال بس ما العين تهل الدمع وتظهر ما يا بس ما يهل عين تهيل دمع بدمع على الخدين والله وبيه اصبغ هدوم بنيل ولا تنشف دموع العين وحنن وانتحب وابكي منذكر بهم صايب حسين وخوت بلا ذنب جتلو ومن هجموا على عيال يفتر الخوات حسين من خيمة لعد خيمة ينادى وين راح وين ما ظلت بعد شيمة كل خيمة تشب بنايار ردوا ضربا ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبا ودمع على الوجه سايال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياؤنا وخير الناس بعدنا من دعا إلى ذكرنا وعمل بأمرنا. ما إن يهل شهر المحرم إلا وتهل معه الدموع وتتفجر العواطف وتتصدع القلوب في كل أنحاء الدنيا وفي كل ربوع الأرض. ذكر يقام لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قيل في شهر المحرم وهلال شهر المحرم أشعار وأقوال كثيرة، منها أهلال شهر العشر ما لك موحشا، ومنها هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى.
ما هو السر في ذلك؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة من التحليل ووقفة من التفسير لنغور في أعماقها ولننتهل من عطائها ولنحصل بذلك على الأجر المطلوب والمحدد والمقرر للعالم في هذه الحياة الدنيا، لأنك أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء لهم فضل كبير عند الله تبارك وتعالى في أي قضية من القضايا. لو تفقهت في أبسط مسألة وفي أبسط قضية ممكن أن تفهمها بخمس دقائق أو تفهمها بساعة أو تفهمها بيوم أو بشهر، فإنك تحصل على أجر كبير من الله عز وجل لأنك تفقهت ولأنك درست، لأن أجر العالم يختلف عن أجر الجاهل. مرة الإنسان يعمل بدون علم، هذا يكون أجره أجر المقلدين، ومرة لا يعمل العمل بعد أن يغور في أغواره وفي أبعاده وبعد أن يتأمل فيه، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أجر العالم. نحن نقيم هذه الذكرى ولم تصل إلينا هكذا اعتباطا دون أن تقدم من أجلها التضحيات ودون أن تقطع من أجلها الأيدي والرؤوس. عبر تاريخها الطويل من بعد شهادة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أقيمت الذكرى والعزاء بعد شهادته، بل ليلة شهادته ليلة العاشر أقيمت الذكرى، واستمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه والحوراء زينب بإقامة هذه الذكرى والعزاء، ثم بعد ذلك الأئمة الواحد تلو الآخر وسار شيعتهم على منهجهم في إقامة العزاء على سيد الشهداء. وحتى يومنا هذا وقد عاصرنا مرحلة من الزمن رأينا بأم أعيننا ما الذي يقدمه من يقيم هذه الذكرى من ضريبة، وما الذي يقدمه الماشي في طريق الحسين على الأقدام من ضريبة. هذا يدل على أن لها أبعاد، حتى ولو لم يفهمها الآخرون لكنهم يعلمونها على نحو الإجمال، وإن لم يعلموها على نحو التفصيل، أن لها أثر وأن لها عطاء وأن لها يعني لها عطاء كبير ينعكس على السلوك، ينعكس على حياة الإنسان، ينعكس على مشاعر الإنسان الواعي وموقفه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مظاهر الفساد التي تنتشر في المجتمع، ومن ومن ومن. إذن ينبغي أن نطلع وينبغي أن ندرس وينبغي أن نفهم وأن لا نمر على هذه الذكرى مرور الكرام، وإنما ينبغي أن ندرسها جيدا وبدقة متناهية. نحن نقدس الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، لا نفرق بين أحد من رسله،
هذه الآية المباركة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نقدس الأنبياء، وعندما نقرأ القرآن الكريم يطلعنا القرآن الكريم على أن هناك أنبياء قتلوا، يعني الطغيان لم يوفر حتى أطهر الذوات التي تذوب في الله والتي لم يكن لها من هدف شخصي إلا الله تبارك وتعالى ونفع المجتمع وإنقاذ الناس، ومع ذلك لم يسلم هؤلاء الأنبياء، فقد ورد القرآن في قتلهم، حدثنا عن قتلهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نص القرآن صريح القرآن أن هناك أنبياء يقتلوا أو قتلوا. ناهيك عن الروايات التي وردت في أن في يوم واحد قتل 70 نبيا. شنو ذنب النبي يقتل؟ النبي ليس له ذنب، النبي جاء بالخير العام، جاء بالنفع العام للمصلحة العامة. الأنبياء لم يطلبوا أجرا من أحد. إذن مسألة القتل مسألة متجذرة في التاريخ وعريقة في التاريخ وقديمة في التاريخ. ابتدأت بأول مثال ضربه الله عز وجل وأمر النبي أن يتلوه على المسلمين، جاء بصيغة واتل عليهم: نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واستمر مسلسل القتل حتى وصل إلى فرعون الذي كان يذبح أبناءكم: ولقد نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن مسألة القتل هذه مسألة تحتاج الوقوف عندها والدقة عندها. لماذا هذه الحالة؟ الله عز وجل أراد السلام للإنسانية، الله تبارك وتعالى أراد الأمن للإنسانية ولم يرد للإنسانية أن تقتل أصلا. أنت إذا تقرأ آية مباركة في القرآن الكريم تشوف كيف يدافع الله عز وجل عن الإنسان وكرامة الإنسان ويدافع عن ترويع الإنسان، على أن الإنسان لا ينبغي أن يروع، لا ينبغي أن يخوف. ولذلك أنت تشوف طبيعة العقاب التي أنزلها الله عز وجل على قطاع الطرق، على من يرعبون الناس ويروعون الناس، تشوف طبيعة ماذا؟ طبيعة العقاب. وبماذا عبر الله عز وجل عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أولا يحاربون الله ورسوله. أنت تشوف يعني أكو أحد يمكن أن يحارب الله؟ الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، الله عز وجل الغني عن الخلق، قوي الأقوياء، قاهر القاهرين. يعبر الله عز وجل في القرآن بأن هناك أناس يحاربونه. بأي طريقة يحاربونه؟ يحاربونه عندما يحاربون الناس، يحاربونه عندما يستضعفون الناس، يحاربونه عندما يخيفون الناس.
ولذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو أليم. الله عز وجل ينتصر لمن؟ ينتصر للحياة المطمئنة، للحياة الآمنة، للحياة المستقرة، ينتصر للأمن الإنساني، أن الإنسان يجب أن يكون آمن. وهكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف يأتي إن شاء الله تباعا بحث هذه المسائل بالتدريج. لماذا خصصنا الحسين عليه السلام بهذه العناية؟ إذا كان القتل قديم، وإذا كان إزهاق الأنفس البريئة قديم، والأنفس المقدسة قديم، الأنبياء، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وعلي قتل سلام الله عليه وأهل البيت قتلوا، لماذا نخص الحسين عليه السلام بهذه العناية؟ ليش نخص الحسين بهذه العناية؟ هناك عدة أمور في قضية الحسين سلام الله عليه، سوف أذكر بعضا منها. الحسين سلام الله عليه قضيته وخلوده هو يخدم نفسه بنفسه، يخدمه خدمة ذاتية. قضية الحسين تحمل مقوماتها بنفسها. أهل البيت عليهم السلام اضطلعوا بمهمة إحيائها ومهمة حث الشيعة على إقامة الذكرى وعلى زيارة الحسين، وأهل البيت عليهم السلام إنما استفادوا من المقومات الذاتية في هذا الحدث، المقومات الخاصة التي تقومه. أولاً الظلم الذي اكتشف فيما بعد بمقتل سيد الشهداء وبشهادة سيد الشهداء، لأنه لو ساكت سيد الشهداء على ظلم بني أمية وتعدي بني أمية على الدين وعلى الحرمات كانت القضية طبيعية عند الناس. الناس يقولون هذا ابن رسول الله الذي هو الأولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسكت. إجا يزيد ابن معاوية وصار خليفة والحسين ساكت، ولذلك معاوية من البداية كان خايف من الحسين، ويزيد ابن معاوية كان خائف من الحسين بالدرجة الأولى، وضمت إلى الحسين أسماء، بس الحسين هو المقصود الأول. فبتضحيته كشف ظلما، وهذا الظلم كشفته الأمة، وهذا عنصر من العناصر المهمة جدا في دفع القضية. هذا واحد. الشيء الثاني طبيعة المأساة. الله تبارك وتعالى أراد للحسين أن يخلد، لا بد من أسباب ولا بد من مبررات تعيشها الأمة في وجدانها وتعيشها الأمة في ضميرها حتى تتفاعل مع القضية، لأن الإنسان هو إنسان. ليش الآن إذا كانت القضية أوتوماتيكية وإذا كانت القضية قهرية المفروض كل البشر يقعدون ويسوون تعازي مثلنا، لكن لا، إحنا اختلفنا من القضية لأن إحنا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، وهذا بفضل أهل البيت عليهم السلام. الله تبارك وتعالى جعل في القضية مقومات عاطفية، مقومات مأساوية لا يمكن أبدا أن تنسى. المتعارف بالحروب طيلة الحروب من بدأت البشرية هي حروب وقتل ومجازر، أنه عندما يقتل القتيل، وهذا اللي شرع الإسلام، عندما يقتل القتيل يعفى بدنه من أن يسحق بحوافر الخيول. ليش الحسين عليه السلام
يأمر عمر ابن سعد 10 خيال يطلعون يسحقون صدر الحسين وظهره وتقلبه حوافر الخيول. إذا كانت هناك عائلة وهاي العائلة أصلاً ما ممكن أن تسبى، لأن السبي بالعرف الإسلامي بالعرف المتعارف إما جاهلية وإما إسلام. الإسلام يقول أنه العائلة المسلمة لا يمكن أن تسبى سبي. كان بإمكانهم بعد أن قتل الحسين، وهو المقصود الأساسي، أن يلملمون القضية مثل ما نقول، يلملم القضية ويسترون على الموضوع ويتركون العائلة لشأنها، وثاني يوم يأخذون العائلة يدفنون الحسين ويأخذون العائلة ويروحون يرجعوها للمدينة المنورة. ليش العائلة تسبى من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، يستعرضهن أهل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي كما تقول الحوراء زينب؟ ليش؟ هذا شيء يسموه، هذا يسموه استدراج. هذا الاستدراج الإلهي، الله عز وجل أراد لهذا الحدث أن تكون مقوماته وياه حتى يخلد. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة جهود أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه القضية لو ما تستثمر من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام من البداية، ليش يبكي 35 سنة؟ لماذا يبكي 35 سنة؟ يبكي 35 سنة مو لأنه الحسين قتل والحسين مات، وإنما يريد يطرح القضية، يريد يعني يشيع الموضوع، يريد يبدأ بثقافة العواطف، لأن العواطف إذا وظفت توظيفا صحيحا، شنو اللي خلى، أسألك، شنو اللي خلى ثورة التوابين يقومون فيها ضد النظام الأموي 5000 من أهل الكوفة، ذول اللي سموهم التوابين، بعد مقتل الحسين سلام الله عليه ب3 أو 4 سنين، اجوا للحسين عليه السلام، اجتمعوا عند قبر الحسين وتعاهدوا أن يأخذوا ثأر الحسين، إما أن يغيروا الوضع القائم وإما أن يقتلوا عن آخرهم. والدولة الأموية قوية، الدولة الأموية قوية في وقتها وقضت عليهم عن آخرهم. اجوا للإمام الحسين وكانت لهم في ذلك اليوم ضجة من النياحة والبكاء والعويل لم يشهد لها التاريخ مثيلا. 5000 قاعدين وكلهم يصرخون، كلهم يبكون. هذه القضية استغلها أهل البيت عليهم السلام. وسوف أذكر مثالا في نهاية المجلس عندما أتي إلى المصيبة. الشيء الرابع، اليد الغيبية إخواني، اليد الغيبية، الجزاء، الجزاء الرباني، الجزاء الإلهي. أنت تعمل أي عمل مهما كان بسيط تقصد به وجه الله عز وجل وتخلص في عملك، الله تبارك وتعالى يجزيك أحسن الجزاء ويثمر عملك هذا. إذا تعمل أبسط عمل، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله خير منها. اليد الغيبية التي تدخلت في الإبقاء على هذا الموضوع، الإبقاء على هذه القضية. الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا نصر الله عز وجل للحسين، أن يخلد وأن يعطي مهما تقادم الزمن. قد ما تريد تتقدم السنين ويتقدم الزمن، لا، الحسين عليه السلام يبقى. فإذا لماذا نهتم بالحسين؟ أقول مرة أخرى، ليش هذا الاهتمام بسيد الشهداء أكثر من غيره من الأنبياء، من الأئمة عليهم السلام؟ بوفاة رسول الله نحتفل يوم واحد أو يومين أو ثلاثة. أمير المؤمنين سلام الله عليه شاء الله عز وجل أن يكون له 3 أيام
لأنه ضرب ليلة فجر يوم 19 وانتقل إلى الله عز وجل يوم 21 الفجر، فثلاثة أيام إلى نحتفل به، لكن الحسين على طول السنة ذكرياته على طول السنة. الحسين أيها السادة، الحسين لخص كل تضحيات الأنبياء، لخص كل تضحيات الأنبياء بعدة ساعات من الزمن. وأنا ما أقتصر في بحثي عن الحسين في هذه الليلة، وإنما سيأتي وأؤكد هذا المعنى وأعطيه كافة التفاسير بإذن الله تعالى. الحسين لخص كل تضحيات الأنبياء. تقول لي شنو دليلك؟ أقول لك دليل القرآن الكريم. القرآن الكريم يطرح مجموعة من الأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة الأنعام من الآية 83 إلى الآية 90: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى أن يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. يعني شنو معنى هذا؟ هذا معنى أن الله عز وجل طرح نماذج لرسول الله، قال له تجمع كل ما عند الأنبياء. ليش رسول الله نحن نقول أفضل الخلق وأفضل الأنبياء؟ لأن أنت إذا تستقرأ هذه المجموعة الطيبة، هذه الكوكبة الزاكية من الأنبياء، تشوف إذا تقرأهم تشوف أكو عدة اختصاصات، منهم من اختص بالروح، منهم من اختص بالصبر، منهم من اختص بالحكم، منهم من اختص بمختلف أنواع العذابات مثلا والامتحانات، مثل إبراهيم عليه السلام، مثل يوسف عليه السلام، داود وسليمان حكم، أيوب صبر وما شاكل ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع كل هذه الصفات وتمثل كل هذه الصفات بأمر الله، لأن الله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. زين، ويقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول تبارك وتعالى: أنا نقص عليك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قام بمهمته بالقرآن وبسيرة الأنبياء السابقين. هذا بالنسبة للنبي. إذن النبي جمع كل هذا الميراث وأعطى كل ذلك العطاء. نجي شنو موقع الحسين من رسول الله؟ موقع الحسين من رسول الله شنو؟ أكو موقع نسبي، الحسين صبته وابنه، كما كان علي ابن عمه، لكن لعلي سلام الله عليه موقع آخر وللحسين موقع آخر. علي عليه السلام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما برز أمير المؤمنين يوم الخندق ما قال برز إليهم أخي وابن عمي، وإنما قال برز ردوا علي الإيمان كله إلى الشرك كله، برز الإيمان كله. هذا عنوان لعلي بن أبي طالب، هذا يهم الرسول، هذا يهم النبي. عندما أراد أن يعطيه الراية في يوم خيبر ماذا قال؟ ما قال سأعطي الراية غدا لأخي وابن عمي،
قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. لم يذكر الجانب النسبي. الجانب النسبي إضافة إلى أن هناك قضية معنوية. هاي القضية المعنوية يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول وأنا من حسين، تفسير لقوله حسين مني، حسين مني يعني مو حسين ابني لأن ابن فاطم، وإنما حسين مني وأنا من حسين. كيف يصير النبي من حسين؟ الحسين ابن فاطمة يعني سبط النبي. الحسين روحي التي بين جنبي. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فالحسين سلام الله عليه هذا موقعه من رسول الله، ورث إذن بما أن النبي وارث الأنبياء الذي لخص كل تضحياتهم وصبر كما صبروا، الحسين عليه السلام قام بهذه المهمة. ولذلك في عاشوراء برزت قوتان، برزت قوة الإيمان في مقابلها ماذا؟ قوة الشرك. كما أن الحسين عليه السلام لخص كل تضحيات الأنبياء بموقفه، لأنه لخص كل تضحيات رسول الله وورثه، كذلك بالنسبة للنظام الأموي لخص كل ما جاء به الطواغيت على مر التاريخ ومر العصور، وهذا أيضا ما سأثبته ببعض. النظام الأموي هذا شأنه، الأمة لم تكن تدرك ذلك، تدرك هذا الأمر، أو أنها أدركته، ولكنها ماذا؟ ولكنها استسلمت ماذا؟ استسلمت للأهواء واستسلمت للدنيا. وإلا ما معنى أن يقول الفرزدق عندما يسأله الحسين عليه السلام من الناس من بعدك، ما وضع الناس من بعدك؟ يقول يا ابن رسول الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذا تناقض، هذا انهيار للمعنوية، ماكو فائدة. إذا هذه الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، هذا وضعها، وضعها أنها قلوبها معه وسيوفها عليه. فإذا الحسين عليه السلام كان بموقفه هذا لخص كل عطاء الأنبياء في مقابل ماذا؟ في مقابل كل عطاء الفراعنة الذي مثله بنو أمية ومثله معاوية ويزيد ابن معاوية وعبيد الله ابن زياد وعمر ابن سعد وشمر ابن ذي الجوشن وحرملة وغير هؤلاء الذين وقفوا بوجه الحسين. ومن هنا خلد الحسين وخلده أهل البيت عليهم السلام، وجعلوا من عزائه محورا هم يدورون عليه. ذلك أكو خصوصيات إخوتي الأعزاء، أكو خصوصيات للحسين لم تعطى لغيره من الأئمة عليهم السلام، كثير من الخصوصيات ما أريد أبحثها الآن، بس إحنا بحكم العواطف نعمل وإن شاء الله مأجورين على عملنا في كثير من القضايا تجاه البيت عليهم السلام. يعني أنت لو تريد تطلع مثلا، لو تريد تطلع كمثال يعني، بس أرجو أن لا أأخذ على أمثلتي، لو تريد تطلع من العراق وتمشي مشي للإمام الرضا سلام الله عليه، هاي القضية ما ورد فيها، يمكن ما ورد فيها حث، بس هي قضية مستحسنة، قضية أنت تؤجر عليها لأنك قدرت الإمام الرضا واحترمت الإمام الرضا. لكن عندما يطلع الشيعة من الإمام الرضا إلى الحسين، هذا ينحسب لهم هنا بكل خطوة ألف حسنة. هذه من خصوصيات الحسين التي لا 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 ليس عليها شك، فيها روايات، فيها روايات متواترة. فأهل البيت عليهم السلام خصوا الحسين بخصوصيات لأنه محور، لأنه قضية، هاي القضية يجب أن تبقى، هذه القصة يجب أن يكون لها دور القصص التي
ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصة التي تثبت الأفئدة، التي تثبت الأقدام على دين الله تبارك وتعالى. لذلك أعطاها الأئمة عليهم السلام هذا الاهتمام البالغ. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فانتهكت فيه حرماتنا، وسفكت فيه دماؤنا، وانتهكت فيه حرماتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، إن يوم الحسين أقرح جفونا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هذه الأيام مناسبة أحبتي، هذه مناسبة لنستذكر الحسين، لنستذكر ما جرى عليه وعلى أهله، لنستذكر تلك الأيام الحزينة، ذلك اليوم الحزين، تلك المواقف الحزينة لسيد الشهداء، لنستذكر زين العابدين وهو يبكي، لنستذكر آهات العقيلة زينب سلام الله عليها وآلامها وأحزانها، لنستذكر تلك العائلة التي فرت في رمضاء كربلاء. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم القغلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. يقول الرضا عليه السلام: وكان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى فيه ضاحكا ولا متبسما، وكان تلك آبة بادية عليه، فإذا انقضت العشر كان يوم عزائه وحزنه وبكائه. ويقول في ذلك اليوم: هو اليوم الذي قتل فيه أبو عبد الله. نعم، ما الذي يتمثل أمام عيني إمامنا الرضا، إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ يتمثل أمامهم ما يشير إليه الإمام زين العابدين حين يسأله أبو حمزة، يقول له: يا ابن رسول الله، ماذا الحزن، ماذا البكاء؟ ألم يكن جدك علي قتل بالسيف، حمزة قتل بالسيف، جعفر قتل بالسيف؟ سيدي، إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. يبكي الإمام بكاء مرا ثم يقول: صدقت يا أبا حمزة، شكر الله سعيك، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن ناشدتك بالله يا أبا حمزة، هل سبي النساء لنا عادة؟ أيوا السيدة،
هل قتل الأطفال سحق الأطفال لنا عادة؟ والله يا أبا حمزة كلما وقع نظري على إحدى عماتي وأخواتي تذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. فتصارخنا يستغثن بصرا هومت رقدة بهم وسبات يشتكين السياط قد ألمتهم وهل حفزت بصرع شكات وترامت بجنب كل أبين حرة تستثير وفتايات وأما زينب لما وقفت على جسد المولى بعبد الله تقل أخو يا شاعتذر عندك مالي لسان مالي لسان فزعنا يا لك من الخيم نسمو أنا ويا جفوتناك يا حسين والله ورب الطريقك شايا بحل عين والله ما صديت لن الفزيع والله خيال وزلم درك للصفين والله فزعت فرد فزعة على يا حسين يا ابنة الطهر منعة لا ترومي بعد أهل الندايا وأهل العلوم ما لهذا القعود حول الجسوم ذهب المانعون عنك فقومي اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. أخواني الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس المبارك تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم جميعا لا سيما إلى أموات المؤسسين لهذا المجلس وأمواتنا وإلى أرواح علمائنا ومراجعنا وشهدائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات